السلام عليكم ميماتي يا خواتاتي، كديري؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كي دايره الصحيحه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا في تمام الصحه والعافيه، وتكونوا دائما بالف خير واحوالكم طيبه. اش كتعاودوا؟ كي دايره الصحيحه ديالكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وصحيحتكم مزيانه، اهم حاجه الصحيحه. عرفتوا الا عندكم الصحيحه راه عندكم كل شيء. الله يخلي لكم الصحيحه ويخلي لكم ما عز عليكم ويفرحكم باللي نويتوها في خاطركم يا ربي، والله يسهل عليكم يا ربي امين، ويشافي كل مريض في هذه العواشر يا ربي، وعواشركم مبروكه، دخل عليكم الصحه والسلامه، وباش ما تمنيتوا ان شاء الله نتوما وكل عزيز على قلبكم يا ربي. وكاينه معايا واحد الضيفه حتى هي غتبارك لكم العواشر، صاحبتي حنان. مرحبا حنان. مرحبا زين. ايوا باركي باركي للناس العواشر اختي. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ مزيانين بخير، عواشر مبروكه، تدخل عليكم بالصحه والهنا وكل ما تمنيتوا ان شاء الله، وتصوموا رمضان نتوما باحسن احوال، وربي يحفظكم ويحفظ لكم وليداتكم. غير ما تنساوش واحد بارطاج وجيم ولايك وكومونتيرات زوينين بحالكم. عرفتوا يا البنات، راه حنان هي اللي كتشجعني دابا باش نحط الفيديوهات، اما انا صافي، ولكن هي اللي كتهددني، هذه هي اللي كتهددني. يا ربي تسمح لي، معليش باش تحط لكم فيديوهات زوينين ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد، وكيف كل عام ضروري من تشارك معكم وصفتي الخاصه ديال ضنب منزلي بالنكهه ديال البنان وبالنكهه ديال الفريز، الوصفه اللي كانت حصريه على قناتي في 2016، ومن ذاك الوقت لدابا الحمد لله بزاف الاخوات اللي معتمده عندهم دائما تيديروها في رمضان ومن غير رمضان في الصيف، احسن من ديال الزنقه هكايا للسحور دابا ان شاء الله في رمضان، اولا هكا لوليداتي يفطروا به في الصباح، علاش لا؟ شي حاجه اللي تنديروها في الدار تنعرفوا شنو فيها. كنتمنى من كل قلبي تجربوه لان كيستحق التجربه. الى عجبكم الفيديو كيف العاده ما تنساونيش من لايكاتكم فضلا منكم وليس امر، ومن تعليقاتكم يا اختي والقلوبه. الى عجبكم الفيديو نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. هو الري ديال حسنة، والله الا غير جربوه بعينيكم مغمضين، كيجي واعر زوين، احسن كاع من ديال الزنقه بألف ألف 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 درجه. هاهو خاطر وزوين وفي المذاق واعر، شتو كدير؟ شكرا بزاف صديقتي سناء، هي راه درتو البارح، درتو البارح انا وياها باش نفطرو به بصحتك وراحتك. فبالنسبه للمقادير، بسم الله على بركه الله، عندي هنايا ايطرو ديال الحليب، ليطر من الحليب كامل الدسم، سواء كان هذاك ديال نص سيترو نص سيترو اولا هذا اللي فيه ايطرو. وغادي نحتاجو واحد العلبه ديال الفلان اولا البوتينغ للوزن ديالو 50 غرام، يعني العلبه الكبيره اولا جوج ديال العلب ديال الفلان ديال 30 30 اللي بدون سكر. عندي هنا واحد دانون بالنكهه ديال الفريز، من الاحسن يكون فولوتي فريز يعني يكون كريمي، اولا اي دانون بالنكهه ديال الفراوله للوزن ديالو 110 غرام. وعندي هنا 160 غرام ديال السكر سنيده اللي هي كاس عنبه، وممكن تنقصوا من الحلاوه على حسب الذوق ديالكم. غادي نحتاجو كاس ديال نيدو اللي فيه تقريبا واحد 70 غرام ديال نيدو، الحليب المجفف اولا الحليب بودره. وعندي سكر منسم بالفاني 7 غرام، ممكن تستغناو عليها الا تتعجبني نكهه الفاني. وغادي نحتاجو ايطرو ديال الماء، ليطر من الماء اللي كيكون دافي شويه، يعني بحال الماء باش كنعجنوا العجينه تيكون دافي عليه شي شويه، لان هاد الايام راه بارد الحال، داك الشيء علاش. كناخذ الكوكوت اولا طنجره الضغط اللي كندير فيها ايطرو ديال الحليب، ليطر من الحليب كامل الدسم، كيف قلت لكم ممكن ديروا اي حليب، ديروا داك ديال نص سيترو ديروا جوج منه، اولا الحليب ديال البقرة اولا الحليب المعقم، مهم اي حليب توفر لكم كتستعملوه ليطر. كنكبوه هكايا في الكوكوت اولا في طنجره الضغط، وكندير كاس ديال سنيده، كيف قلت لكم نتوما كتحكموا في الحلاوه، تقدروا ديروا نص كاس، كاس لا ربع، حتى الكاس، على حسب الحلاوه اللي تيبغاو وليداتكم، انا هكا كيعجبهم. وتندير ديك العلبه ديال الفلون اولا البوتينغ للوزن ديالو 50 غرام، انا استعملت العلبه الكبيره اللي وريتكم. غادي نحرك مزيان يذوب ليا شويه داك السكر، وغادي ندي الكوكوت فوق البوطه باش هاد الحليب هذا كيغلى بحال كنطيبوا الفلون عادي. من بعد كناخذ واحد الاناء وغادي ندوز نخلط هاد المكونات. كناخذ واحد الاناء اللي كندير فيه داك الكاس ديال النيدو اولا الحليب بودره تقريبا 70 غرام، سكر منسم بالفاني 7 غرام،
وغادي ندير داك العلبة ديال دانون او لا يوغورت ديال الفريز. بالنسبة للاخوات اللي غيبغيو يديروا دانب ديال البنان، راه نفس الطريقة، غير كتعتمدوا دانون ديال البنان والفلون ديال البنان، هادشي اللي كتعوضوا. راه غنعاود نشاركو معكم حتى هو، غنديرو ان شاء الله ونعاود نصورو ليكم دايره دايره. صافي، هنايا من بعد ما كندير داك الحليب بودره والصاشيه ديال الفاني 7 غرام وهاد دانون بالنكهه ديال الموز، غادي ندير داك اطرو ديال الماء اللي تيكون سخون شويه، مهم ما بين سخون ودافي، كنضيفوه هكايا بشويه وانا كنحرك باش هذاك الحليب بودره كيدوب ليا وكيتخلط مع داك دانون وداك السكر فاني. صافي، غادي ندير داك الماء كامل ونخلط هكا مزيان حتى نتاكد ان داك الحليب بودره داب مع داك الماء. صافي، وغادي ندوز دابا نعس على الكوكوت حتى يغلى داك الحليب، وضروري من داك الحليب اولا داك الفلون انه يطلع يعني يغلى بحال ملي تنديروا الحليب فوق البوطه وتيغلى، هانتوما غتشوفوا معايا. وحركوا هكايا مره مره باش هذيك السنيده ما كتبقاش لاصقه لتحت كدوب، هكايا غير مره مره هكا كنحركوا واحد التحريكه خفيفه وراه دغيا تيغلى، هانتوما كيطلع هكايا. صافي، تنطفيو عليه البوطه وغادي نحيدوا ليه ديك الفراره. هذه مرحله مهمه اللي تقدر ما تخليش الوصفه تنجح، هي خاصنا ناخذ واحد الصفايه وندوزو على ديك الفراره اللي كتكون من الفوق في الحليب. هانتوما كيف كتشوفوا معايا، ضروري ما كنديروا هكايا الصفايه، كندوزوها حتى كنتاكدوا انها ما بقاتش. صافي، وغادي نحيدوا هاد الصفايه هذه وغادي نكبوا هذاك الخليط اللي خلطنا ديال الحليب نيدو داك دانون والفاني والماء، غادي نزيدو على هاد الحليب هذا اللي مغلي وغادي نخلطو مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم، وغادي نسدو الكوكوت، غادي نسدوها وغنديروا ليها الصفاره بحال الكوكوت كتحافظ على ديك الحراره ودانب ديالكم كيوجد ليكم. انا راه درتو بالليل وخليتو حتى الغد ليه وجد ليا. ممكن ديروه في الصباح وتخليوه حتى العشيه وتخلطوه وديروه في الثلاجه يبرد ليكم، مهم على الاقل خاصو واحد 10 ديال السوايع 11 ساعه، لان الحال بارد. الا كان الحال سخون ولا في الصيف راه ما تياخذش واحد 6 ديال السوايع تيكون واجد. صافي، هنايا كنسد الكوكوت مزيان وكندير ليها الصفاره كيف قلت لكم. دابا غادي نقمطوها في واحد المانطه مزيان، كتفرشوا شي مانطه سخونه لتحت وكتغطيوها بواحد المانطه، مهم كتقمطوها. انتم شوفوا معايا في الصوره المصغره، ديتو انا الصاله وفرشت له مانطا لتحت ولويت عليه واحد المانطا هكايا مزيان ولحت عليه وحده من الفوق باش كتبقى الكوكوت محافظه على ديك الحراره اللي فيها. صافي، الغد ليه في الصباح ملي فقت غادي نحل الكوكوت قدامكم باش تشوفوا كيفاش كيوجد وكيفاش كيولي. وعرفتوا الكوكوت بقى دافيه واخا راه ليله كامله، ولكن الكوكوت بقى دافيه حيت غطيناها مزيان. شوفوا معايا هكا كيوجد، كتلقاوه راب ولا بحال الرايب. دابا غادي نخلطو هكايا بالفوي وغادي نعمرو في قريعات وغندخلو للتلاجة، نخلي على الاقل واحد ساعه ساعتين هو باش ما تيبقى في الثلاجه كيزيد يختار وكيزيد يعقد وتيجي حسن من ديال الزنقه. اكيد راه تيجي عاقد وخاطر، يا سلام. صافي، كيف قلت لكم غادي نعمرو ان شاء الله في القريعات وغادي ندخلو انا المجمد غير واحد 20 دقيقه واحد نص ساعه باش هكايا نصور لكم الفيديو. انتم دخلوه للثلاجه كي قلت لكم باش ما هو تيبقى في الثلاجه، باش ما هو كيختار وكيخرج ما شاء الله. هاد الكميه اللي عطيتكم كتخرج جوج يطرو وجوج كيسان، انا راه شربوا ليا واحد الكاس، جوج يطرو وجوج كيسان، يعني الكميه اللي غتدي لكم 4 ايام 3 ايام الا كنتو زعما. راه واخا انا ما تنظنش غيبقى عندكم لان الوليدات راه تيحماقوا عليه، وحتى الكبار حتى حنا الكبار ما نكذبوش. شوفوا معايا الخطوريه ديالو الطقوليه ديالو، كيف قلت لكم انا راه ما خليتوش بزاف، الا خليته في الثلاجه وهو تيزيد يختار وتيجي لذيذ بزاف، لا هو لا ديال البنان. واكيد غادي نلقى تعليقات ديال الاخوات اللي موالفين تيديروه كل عام وتيديروه حتى في الصيف، يعني حتى في الصيف تيجيوني تعليقات. واكيد غادي نشرب معاكم يا اختي واحد الكويس، يا ربي ما تشوفنيش بديعه مع اختكم ولا دير الريجيم. ايوا اليوم الحد، راه اليوم الفريته ناكلو اللي بغينا، ضروري يا اختي نشربو، ما يمكنش نديرو ما نشربوش. ها انتم شوفوا الخطوريه ديالو كيفاش بقات في القرعه وكيفاش كتبقى في الكاس، غادي نكمل معكم هذا الكويس. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، مرحبا والف مرحبا بالناس الجداد، كنتمنى تنوروني وكنتمنى وصفاتي المتواضعه اللي على قد الحال اختي تعجبكم وتقبلوا عليا، راني بحالي بحالكم. الله يحفظكم، ومرحبا ومرحبا والف مرحبا بمتتبعاتي اختي الوفيات اللي دائما معايا
في كل فيديو لهلي خطيكم الله يحفظكم وحده وحده. كنوجه لكم تحيه وكنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. خليت لكم الراحه يا اغلى الناس، خليت لكم الخير تيسير كل حاجه زوينه. عواشركم مبروكه والسلام عليكم ورحمه